هند السيد عبد الرؤوف الخولي. هند السيد عبد الرؤوف الخولي. أحمد عبد الستار القرعي. أحمد عبد الستار القرعي. مريم شكري عبد الرؤوف الغزالي. منار عصام محمود المزيد. إبراهيم ربيع إبراهيم أبو هيش. أحمد رامي حشاد. هادر رمضان اللبدي. السادة الأفاضل، ليه أعداء ما ينفعش تطلع كده؟ نقوم الاحتفال من بهم نلتقي. إنهم من رفعوا رؤوس آبائهم وأمهاتهم عالية خفافة. من رفعوا رؤوس آبائهم تطاول عدد السماء. من كتب الله لهم التقدم والتوفيق والنجاح. من سهروا الليالي. من هاتروا بجد واجتهاد. من قالوا ووضعوا أمام أعينهم من طلب العلا سهر الليالي. من حافظوا بقول من جد وجد. ومن اجتهد فاز وحصل. نبدأ الآن بتوزيع الجوائز للمتفوقين والمتفوقات في مدرسة فيشان الثانوية العامة. المتفوقون في علم الرياضيات. مهندسو الغد الذين سيخططون لمصر مكانة عالية. فمنهم من يقوم للقرون المستخرية. ومنهم من يكون للحاسب الآلي منتجا. ومنهم من يكون لبناء البيوت مشيدا. هؤلاء الذين نطلق عليهم عباقرة الرياضيات. تكون منا الى محل تشجيع ومنا تقدير. السيد المهندس محمد عبد الحميد البهار. وهو استاذ محمد حنيده يستدخل ابنائه بكل حب وفرح وافتخار. واعتاد على راسه تطاول على السماء فرحا لابنائه المتفوقين. المهندس هنا مش فوق. عادل سعد عمران. شيلوا على الشيل. لا كده هو طالع معاك اللايف. يعني اللي فاتح اللايف هيشوف. والله اللي فاتح اللايف هيشوف.
المهندس الفاضل مهند عبد العظيم الطحان، وهو على فكره شقيق سيده الاعلاميه مريم احمد الطحان. هو شايف ده اما مش شايفنا انا. لا هو شايف ده انما الناس شايفه الاثنين. والله شيله بقى. المتفوق مهندس طارق محمد الجهني الزفتاوي. طارق محمد الجهني الزفتاوي. المهندس الحسن عطية غني. الحسن عطية غني. المهندس محمد مجدي نصر عنوس. محمد مجدي نصر عنوس. المهندس عبد الله بركات الهلالي. عبد الله بركات الهلالي. المهندس منجد محمد منجد. المهندس عبد الرحمن ابراهيم حسن الخابوري. عبد الرحمن ابراهيم حسن الخابوري. المهندس محمد نبيل عطية يونس. محمد نبيل عطية يونس. المهندس أحمد إبراهيم إبراهيم سعد. أحمد إبراهيم إبراهيم سعد. المهندس محمد شوقي مدين. محمد شوقي مدين. المهندسة آية حسين موافي. آية حسين موافي. السادة الحضور، السادة الحضور، كان حلما فأصبح حقيقة، كان خيالا فأصبح واقعا. طلاب وضعوا نجوم السماء أمام أعينهم فحقق الله لهم مراده. على الله توكلوا وبالله وثقوا وباليقين والامل تشتتوا. فكان التفوق لهم عنوان، وكان النجاح لهم طريقه ومثال. انهم هؤلاء
شغل الاكل الذين ضحوا بوقتهم واعتمدوا على ربهم فكان التوفيق قريبا. فتحية الاعزاز وتقديم الى قائدنا الى الاستاذ محمد كريم، وتحية الاعزاز وتقديم الى كل مدرس وفرد في مدرسة في شارع الثانوية الذين يفرقون لنا كل عام فخر نظريتنا، كما كرمنا السادة المتفوقون في علم الرياضيات. فتعالوا معي لنكرم الأطباء، والأطباء يكرمون من الأستاذ إيهاب ومن السيد الدكتور حسام عبد الرؤوف الشيخ. فتعالوا معي وحيوا معي هؤلاء الأطفال الذين كتب الله لهم التفوق وجعل لهم النجاح عنوان. حيوا معي الفائز بالمركز الأول الدكتور أحمد محمد عبد اللطيف الشيخ. أحمد محمد عبد اللطيف الشيخ، معي الدكتور وليد خالد أبو الحسن. وليد خالد أبو الحسن وعلى الفرحة تظهر والشوكولاتة تتطاير، ويا لها من فرحة عاهلة. دكتور وليد ثالث وهو من حفظ كتاب الله. يقبل جدة حاج مصطفى أبو الحسن. الفائز بالمركز الثاني الدكتور محمد عبد المجيد عواد عواد. الفائزة بالمركز الثاني والسليمات يا رب المبالغ أردت أن أنسجها ولكنني تركت لقلبي الأعلام. إنها فائزة كبدي وروح عقلي وريحانة فؤادي، إنها الغالية ابنتي التي رفعت رأسي عالية فأنا أكبر تسبقني وأنا أجد إليكم نجاح ابنتي. وأكبر من المنصة تحيتها الدكتورة علا محمد محمود في شهر. ها ها ها
محمد هو عجبني حي معي الدكتورة شيماء علي سبع.
خلاء علي سكر. حيوا معي الدكتورة ندى خالد سلامة. ندى خالد سلامة. حيوا معي الدكتور محمود أيمن عبد الكريم. محمود أيمن عبد الكريم. حيوا معي الدكتور عمرو عيد ابو زيد. عمرو عيد ابو زيد. حيوا معي الدكتور مروان صلاح ابو ريش. مروان صلاح ابو ريش. حيوا معي دكتور محمد بدوي عباس. محمد بدوي عباس. حيوا معي دكتور محمود عبد الحميد علي شلوى. محمود عبد الحميد علي شلوى. حيوا معي دكتورة ندى محمد عدول. دكتورة ندى محمد عدول. حيوا معي الدكتورة شيماء خالد السيد سليم. شيماء خالد السيد سليم. نبدأ الآن بالمتفوقين بالقسم الأدبي. المتفوقة بالمركز الأول بالقسم الأدبي إيمان محمد مصطفى. إيمان محمد مصطفى. حيوا معي المتفوقة ندى محمود عبد الرؤوف الخوري. حيوا معي السيد يوسف إبراهيم محمد عبده. يوسف إبراهيم محمد عبده. حيوا معي السيد الحسين عطية مريم. الحسين عطية مريم. حيوا معي المتفوقة لحياد عبد المنعم محمد شرف الدين. أبو
حي معي المتفوق احمد علي جابر الشلبي. احمد علي جابر الشلبي. حي معي المتفوق شاكر حسن شاكر الباجوري. شاكر حسن شاكر الباجوري. حي معي عزيزة سامي حلمي شتا. عزيزة سامي حلمي شتا. أبطال الأدب المفكرون والنبلاء والفلاسفة والسياسيون. حي معي المتفوق أحمد إبراهيم فتوح الولدي. أحمد إبراهيم فتوح الولدي. حي معي المتفوق أحمد محمد أحمد الكحكي. أحمد محمد أحمد الكحكي. المتفوقة آية زكي عبد السلام الشير. آية زكي عبد السلام الشير. حيوا معي المتفوق محمد السيد مصطفى سليم سليمان. بالشهادة الابتدائية. حطوا من الأطفال، حطوا من الأطفال، حطوا من التزيين، حطوا من الأعلى بإذن الله العالمين. نبدأ بقى دلوقتي باسم تاني هيات. ماشي؟ عشان خاطر الطريق. اسم تاني هيات. خلاص؟ حصان. إسراء كمال إبراهيم الحسني. إسراء كمال إبراهيم الحسني. الفائزة بوسي طه عبد الصفار الماضي. بوسي طه عبد الصفار الماضي. بوسي طه عبد الصفار الماضي. حبيبة أحمد إبراهيم الحسني. حبيبة أحمد إبراهيم الحسني. ميت طالع في سطار الأرض. إن شاء الله. ميت بس. Thank you.
أي معي جنى أبو المكارم، أبو المكارم جعفر. مصطفى سامح، مصطفى عمرو الحسن. مصطفى سامح، مصطفى عمرو الحسن. هنا عمرو أحمد شتاوي هنا. أفلام سعيد شناوي عمر. مصطفى صادق محمد السيد علي. حنان أبو الحسن. أحمد حمزة سالم إبراهيم. أحمد حمزة سالم إبراهيم. حيوا معي محمد فكري عبد الغني عيد. محمد فكري عبد الغني عيد. شيرين شريف رفعت رشوان عبد الحميد. شيرين شريف رفعت رشوان عبد الحميد. رجال الامن الذين يحرسوننا وننام في امنهم بعد الله. هنا تامر المشاوي الزنون. هنا تامر المشاوي الزنون. نادية أيمن مسعد عمرو. نادية أيمن مسعد عمرو. بسملة شحات توفيق أبو عيشة. بسملة شحات توفيق أبو عيشة. مدرسة أبو عيشة بنهايته. مدرسة أبو عيشة بنهايته. مدرسة الشحات أبو عيشة بنياته. يمنى سامح فتوح أبو شرارة. يمنى سامح فتوح أبو شرارة. أحمد هاني أحمد عبد الحميد فرج. شروق سامح سمير الشبراوي. شروق سامح سمير الشبراوي. آدم رضا السيد أبو محمود. الأستاذ أبو محمود الفاضل
ريت يعني نبي نسلمك مثلا دي تحت طرقه عشان تخلص الشغلات اللي معانا ان شاء الله كتير معانا كتير يعني في الجو. بس عشان ندي اعتبار ان هم فرصه ان هم يقعدوا المنصه يستلموا. شكرا جزيلا لك. شروق بنتك بنتك لا خليك لوحدك خليك لوحدك خليك لوحدك. آية وحيد مصطفى حافظ السايس رجال العلم والتربية الذين يبنون عقول أبنائنا ليجعلوا لنا أجيالا نفخر ونتفاخر بها. آية وحيد مصطفى حافظ السايس الفكرة عن مدرسة المعيشة كانت خدمة الفن الأول لأول الطلبة على مستوى المحافظة. فنحيي القائمين على عمليات تعليمية في مدرسة السيد الشحات أبو عيسى. بدور محمد شاكر محمد أبو الحسن. بدور محمد شاكر محمد أبو الحسن. أبو الحسن اصبر بس صورني يا عم عميد ثلاثة رمز الحسن اصبر ليها بسمبل ثلاثة صورني يا عم ثلاثة ان شاء الله الخصام كسبان ثلاثة ان شاء الله. رقية عبد الله إبراهيم الحسوقي شهيد. رقية عبد الله إبراهيم الحسوقي شهيد. سلمى احمد مهني عبد الفتاح هندي. انا بس ولا الامور في اصول الى الدكتور اللي كان الشواذ والشعب سعيد مصيدين اصول الاوائل في البلد الواحده هو يعني الطلبه الاوائل بيقدروا يحسن ونزلوا شهور في البلد اللي هو لوحده مع الشعب سعيد وكابتن كريم شوالي في نظام العمليه والمشرح حمد. سلمى مجدي محمد نوح. سلمى مجدي محمد نوح. سماح محمد سالم نوري نحاس. سماح محمد سالم نوري نحاس. بتنزل ايه؟ عادل احمد عادل سيد احمد عمران. عادل احمد عادل سيد احمد عمران. مصطفى محمد مصطفى قمر. مصطفى محمد مصطفى قمر. معاذ محمود العدوي شعبان. معاذ محمود العدوي شعبان. وكل اوائل مع الوزير المركز الاول في مدرسه ابو عيشه. بعد الوصل يعني تحت الوصل انت شويه بس. يا سلمى معاه شنطه. البقيه بنود عصام احمد النجار. بنود عصام احمد النجار. يلا بص يا معاذ. يلا تعالى شوف الصوره. الفائزون في مدرسه الشهيد عبد العالي محمود.